كل صباح السعادة على الكل، بيشوفونا في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الحقيقة حلقة تبقى ان شاء الله مميزة، وان شاء الله يعني الحلقة دي نستفاد بيها كلنا. احنا كمصريين الحقيقة يعني حظنا حلو وجميل، لانه احنا بنحتفل الايام دي باعياد. طبعا كلنا بقالنا فترة مصر كلها وشوارعها مليانة حلاوة المولد. كل سنة طيبين طبعا، مولد النبوي الشريف، وفي نفس الوقت برضو اعياد الكريسماس الجميلة لاخواننا المسيحيين، وبنشوف برضو يعني الورود الحلوة في كل مكان. وطبعا احنا عارفين حلاوة المولد ويعني بتتكون من ايه بكل مكون، وعارفين ان اعياد الكريسماس برضو بيكون في انواع من البسكوتات والكيكات، ويعني برضو بتبقى حاجات ليها كده يعني سعرات حراريه برضو عاليه. مهم قوي ان احنا في الاعياد نفرح، لانه هو بيجي مره واحده بس في السنه، ومهم قوي ان احنا في الاعياد نفرح، لان هي بتبقى لمه ويعني فرحه كده وسعاده واكل. للاسف لازم يبقى في اكل. طيب النهارده هنتكلم بقى عن الايام دي، ناكل ازاي. مش هنقول ان احنا نتحرم خالص، لو كمان ناس بتحافظ على وزنها، هل ممكن تحافظ على وزنها؟ طيب لو حتى ممكن ان احنا نزود شوية في الوزن بس ما نزيدش قوي، هنحاول نقول له كده نصايح نزيد شوية صغيرين او نحافظ. طبعا ده جميل، بس حتى لو هنزيد ما نزيدش قوي. ومهم بقى واهم من كل ده تكون صحتنا كويسة، ما نتعبش جهازنا الهضمي ببعض التصرفات الملخبطة. فالنهاردة الحقيقة هنتكلم من الناحية الصحية ومن الناحية برضو الجمالية، عشان نحافظ بقدر الامكان على شكلنا والاهم على صحتنا. صباح الفل على الجميع. هنروح لفاصل ونرجع على طول معاكم مع ضيفنا الكريم، خليكم معانا. يلا نبدا مع بعض بسرعه. اول حاجه قبل ما ابدا اي تمرين، مهم جدا ان انا اعمل ازاي اعمل لجسمي ورم اب. الورم اب الصح اللي انا اعمله لجسمي ان انا ابدا اعلي الهيت ريت من خلال حتى وانا واقف في مكاني. مش لازم اجري على التريدميل، مش لازم اجري في الشارع، مش لازم اعمل بايسكل، ممكن اعمله وانا واقف في مكاني. حاجات بسيطة أنا ممكن أعملها لكم دلوقتي، تقدروا تعملوا بيها، ترفعوا بيها معدل الهيت ريت اللي في جسمك وتعمل بيها ورم اب كويس جدا، زي أنا بعمل بجري في مكاني. ده أول تمرين. دايما وأنا بجري لازم مشط رجلي بس اللي يكون على الأرض، ما ينفعش أجري وأنا بخلي كعب رجلي على الأرض، لازم مشط رجلي بس هو اللي على الأرض. ده أول تمرين. ممكن أعمل تاتش للهيل بتاعي، ألمس كعب رجلي وأنا بجري. 2 3 4 5، مهم جدا. حاجة تانية ممكن أعمل هاي ني. 1 2 3 4 5 6. حاجة تانية اسمها جامبنج جاك. 1 2 3 4 5 6. حاجة تانية اسمها تويست. 1 بلف وسطي، وبرده كل التمارين اللي أنا عملتها لازم تبقى على مشط رجلي، ما ينفعش أنزل بكعب رجلي خالص. كمل جري في مكان يعني. كل ده ورم اب، كل ده أنا مستني جسمي يسخن. اول لما احس ان جسمي بدا يسخن ببدا اعمل التمرين بتاعي. ما ينفعش اعمل اي اكسرسايز من غير ما اعمل ورم اب كويس. كل ده شغال معايا. من هنا ممكن ابدا التمرين بتاعي. اول تمرين هنبداه النهارده هو الستيبنج. ده الستيب بتاعي. انا ممكن ابدا اطلع على الستيب خطوه خطوه برجلي لقدام. في كذا شكل من الاستبن. اول شكل منهم اهو. 1 2 3 4 5 6. ده اول نوع من التمرين. التمرين ده مهم جدا، برضه بيشتغل على عضلات الرجل، بيشتغل الكوادريسيس، بيشتغل الهامسترنج معايا. مهم جدا التمرين ده بالنسبه للرجل. كمان انا ممكن ابدا اشتغل بالجنب سايد باي سايد. بطلع بالرجل الاول يمين، بعد كده الشمال، بعد كده بنزل تاني يمين وشمال. 1 2 3 4. مهم جدا التمرين ده برضه. زي ما احنا اتفقنا الستيب اهم تمرين لعضلات الرجلين. عايز امرن رجلي كويس جدا، مهم جدا الستيب بتاعي اشتغل عليه كويس قوي. تاني تمرين انا ممكن اعمل جامب انزل منه بسكوات. فوق 1 2. اهم حاجه بعد ما باخد الجامب على الارض واعمل لاندنج على الارض، اتاكد ان انا نازل على مشط رجلي، ما ينفعش انزل على الكعب. بعمل فوق جامب وانزل تاني على مشط رجلي، اخلي بالي ان ركبتي ما تعديش مشط رجلي. الهيبة عندي لازم ترجع لورا بشكل كويس قوي، صدري مفرود وظهري مفرود. اعملها مره كمان. 1 2. الايديا بتبقى قدامي عشان اعمل لجسمي بالانس، ما اقعش على ورا ما اقعش على قدام، لازم جسمي يشتغل معايا كويس قوي. ده تاني تمرين. تالت تمرين ممكن اعمله، ممكن هبقى دي شويه وابدا اشتغل هنا. الموضوع هنا هيبقى فيه حركه شويه، ممكن ابدا استير من هنا، خلي رجلي هتبدا تدخل لجوه، بعد كده تطلع تاني لبره، تدخل لجوه تطلع تاني لبره، نفس الكلام.
ده أول تمرين أنا ممكن أعمله هنا. ممكن أشغل حاجة تاني، ممكن أعمل جامب نفس الكلام اللي عملته على الستيب. لو أنا ما عنديش ستيب هرسم لاين زي ده وأشتغل عليه بنفس الكلام. ممكن رجلي الاتنين اللي بره أهي أشتغل وأنزل تاني سكوات سكوات. أتخيل إن في ستيب وأبدأ أشتغل بنفس التكنيك بالظبط اللي أنا عملته هنا، هبدأ أشتغله هنا. نفس الكلام لو أنا عايز أشتغل من هنا بال one leg leg by leg 1 2 3 4. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا. تمرين الايروبكس في حياتي مهمه جدا جدا، بعلي منه الهيت ريت بتاع جسمي، بعلي الميتابوليك ريت بتاع جسمي، مفيد جدا جدا جدا. لو ظبطت اكلي مع التمرين اللي انا بعملها كل يوم جسمي هيتحسن بشكل يومي بشكل مش طبيعي، احسن بكتير من ان انا افضل اشيل اوزان وافضل اعلي في وزن جسمي وانا مش مستفيد منه. عشان تستفيد منه لازم اشغل الايروبيك سيستم ولازم اشغل الانيروبيك سيستم. ده هنفهمه ازاي عن طريق تمرين الايروبيك وعن طريق نتابع اكلنا ازاي ناكله وازاي نتمرن كويس قوي. اخر تمرين هعمله النهارده هو السيت اب. سيت اب تمرين للبطن مهم جدا. انا ببقى نايم على ظهري رافع رجلي شويه ركبتي لفوق، بطلع فوق بصدري وارجع تاني انزل كتفي تلمس الارض، اطلع لفوق وانزل تاني المس الارض. دايما يا جماعه بعمل حاجه مهمه قوي، لازم اخلي بالي من نفسي. نفسي مهم جدا جدا، مع كل هاي ريزيستنس لازم يبقى في اكسهيل. فين المقاومه الاعلى؟ المقاومه الاعلى عندي وانا طالع مش وانا راجع. وانا راجع كده كده الجاذبيه بتنزلني تحت، فانا باخد معها نفس جامد وانا طالع بنفخ كويس قوي. فانا بعلي الهاي ريزيست دايما، مع الهاي ريزيست انا بعمل اكسهيل. ده مهم جدا. دي كانت حلقتنا النهارده عن الايروبكس. ميرسي ليكم، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اهلا بكم معانا مشاهدينا وصباح الفل مره تانية على الكل بيشوفونا في كل مكان. النهارده قلنا حلقه مخصوص للاعياد الجميله اللي احنا بنمر بيها ومصر بتمر بيها، وكل سنه وكل المصريين بخير ان شاء الله. نبتدي حلقتنا على طول عشان نستفاد من ضيفنا باذن الله. وخليني بس في البدايه صبح على باكي صباح الفل. صباح الفل يا منوله وصباح الفل على كل المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه احنا عملنا حلقه المولد وسماح برده عملت كوكيز تحفه من شجر كريسمس. انا هقعد اعمل لكم باي فطيره على شكل شجره كريسمس بتكنيك تاني، فبرضو تابعونا ان شاء الله هتبقى لطيفه ان شاء الله. الدكتور بقى ايه هيضربنا بقى ما يقول لنا بقى ناكل ايه. انا هعيط كلنا ان شاء الله. هنعمل حضرتك بقى ناكل ايه؟ هنعمل اللي عايزه هنعمل. صباح الفل مره ثانيه. وخلوني ارحب بدكتور بهاء ناجي استشاري التغذيه والسمنه والنحافه. حقيقي منورنا يا دكتور وحشنا يا دكتور. ناس كتير مبسوطين ان انت معانا النهارده. الحمد لله فضل ربنا عليك. اهلا بحضرتك. بس هي اهم حاجه فعلا تبقى طيب معانا كده وايه تقول لنا حاجات ناكلها برضه في الاكل كامله ومش عارفين اذا قطع انت طعمه بالاستطاعة. صح كده. صباح الفل يا دكتور. طيب احنا نبتدي بس الاول كده نبتدي مع باكي هتعمل ايه ونرجع على طول. طيب هي مقادير العجينه انا عندي 450 جرام دقيق او يعني نص كيلو الا معلقه. عندي معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره ونص زبده، 2 صفار بيض، معلقه كبيره سكر، و250 ملي لبن خالي الدسم. خالي الدسم يا دكتور يعني الحاجه اللي عرفت عنها اللي قدرتش عليه اللي قدرت عليه. مش معنى صفار البيض نخلي البياض طيب اقل شويه. لا ما هو البياض هندهن بيه الوش في الاخر يعني. طيب البياض البيض هندهن بيه. هو طبعا ممكن تحط البيض كامل بس يعني قلنا عشان البياض هيدهن بيه البيض. تمام. انا كل اللي هعمله ان انا هحط الدقيق والزبده بس هسيحها سنه على في المايكروويف، واللبن بسخنه طبعا لازم يبقى دافي. دي العجينه الخضراء. اللبن انا بعمل ايه بقى عشان اخليه دافي؟ بسخن 100 ملي يعني بروح مسخنه مثلا نص كوبايه سخنه كويس قوي واروح حاطه عليها الباقي ساقع، فتبقى في الاخر هي دافيه. لازم تبقى دافيه يعني نستحملها على ايدينا. اوكي. ما تبقاش مولعه. أيوة. طبعا عشان الخميره ما تفسدش. بس بنزل كل المكونات وبعد اضرب العجينه لحد ما تلم معايا وبغطيها اسيبها تخمر. ده بس اللي انا هعمله دلوقتي وهوريكم بقى شكلها بعد ما طيب يعني قوامها هتبقى ايه وبعد ما تخمر هتبقى شكلها عامل ازاي. بنرحب تاني بدكتور بهاء ناجي. دكتور بهاء ندخل على طول بقى في مواضيعنا والاعياد. هو احنا في الاعياد لازم نزيد يا دكتور يعني بتدونا كده براح عادي؟ لا خالص تخيلي. لا خالص. هو في فكره ظريفه في الاعياد دي نعتبرها زي الايام المفتوحه مثلا في الرجيم. بالظبط. وخصوصا الناس انت عارفه اللي هم مثلا بقى لهم فتره بيعملوا رجيم وحصل لهم البلاتو او توقف في نزول الوزن. تمام. فحاجه زي العيد ده بيبتدوا ياكلوا طبعا سعرات حراريه كتير. بيدخلوا حاجات ما كانوش بياكلوها في الايام العاديه. تبتدي تعللهم تاني معدل حرق السكريات والدهون. وتبتدي تعمل للجسم زي صدمه كده معينه. فالجسم يرجع يحرق مره تانية. فاللي هيعمل رجيم بعد العيد بقى هو ده اللي هيستفاد اكتر. جميل. وخصوصا المجموعه اللي وزنها وقف.
اللي هم ماشيين على ريجيم اوريدي طبعا هنديهم وجبه واحده في الاسبوع، لكن ممكن نوظف الحاجات الحلوه اللي بتتعمل في بعض الوجبات. يعني مثلا في وجبه الفطار، لان وجبه الفطار دي سهل انها تتحرق، ودي الوجبه اللي بتزود معدل حرق السكريات والدهون، فما يمنعش نحطها في الفطار، لكن استحاله ان احنا ناكلها بالليل. يعني اول ما الدنيا تغيم كده اول المغرب جدا مفيش من الحلويات كله يوقف. طيب انا بس لاحظت حاجه في كلام حضرتك وخايفه يعني احنا ايه نمسك فيها، اللي هي ايه اما الوزن بيقف والناس كتير بتعاني من النقطه دي، بنبتدي ان احنا يا جمال وبقى داخلين بقى على الحلويات وناكل براحتنا. هل بتبقى قادر، لان العده ممكن يبقى مثلا يعني احنا بقى لنا اسبوع وبنجيب حلاوه المورد في البيت والحلاوه موجوده معانا لفتره، فنقطه ان انا ايه جميل قوي ان انت تاكلي حلويات وتاكلي دهون، بس قد ايه يا دكتور برضو علشان ارجع بعد كده اعمل الرجيم وابتدي انزل، يعني عشان كده الناس هتفرح جدا وهتعيش بقى. هو بصي، هو بالنسبة للأعياد اللي زي دي مثلا مولد النبي، الكريسماس، هيجي بعد كده عيد الميلاد المجيد، الحاجات دي كلها بيبقى يوم مثلا أو يومين، أنت فاهم قصدي؟ فالموضوع بيبقى سهل شوية. غير لما بيجي لنا رمضان مثلا، رمضان بتلاقي 30 يوم كلهم أكل كتير كل يوم. بيجي العيد الصغير بتلاقي برضه مثلا 3 4 أيام ورا بعض في حلو وفي حادق وفي رنجة وفي عيش وكلام زي ده. غير لما بيجي لنا العيد الكبير باللحوم بتاعته، بالفتة، بالرقاق، بالكلام ده كله. فأنا بعتبر إن حاجة زي مولد النبي أو الكريسماس ده بالعكس مش هيأثر عليه قوي، بل هستفاد منه. وخصوصا إن هو مش هياكله غير بس حلويات. وهتلاقي حلاوة المولد اكيد زي ما شفت الحلقه قبل كده مش داخل فيها دهون، داخل فيها سكر بس. انا دايما في الرجيم بتاعي او دايما عموما في الاكل الصحي بنخاف من الدهون اكتر من السكريات. السكريات ليها طرق ان احنا نحرقها هنقولها، لكن الدهون بتبقى صعب قوي ان احنا نتخلص. طب حلو قوي ان فرقت لنا بين النقطتين دول، ان احنا بيتداخل علينا الامر، يعني فاهمين كل الحاجات سكريات دهون دول بعبع يعني. ففعلا لو فهمناهم بتفاصيل اكتر ممكن يهدوا المواضيع. جميل قوي. فبنقول يعني كل حلويات المولد عباره عن ايه؟ هي عباره عن سكر وبيتحط عليه بقى ولا الكلام ده مش مظبوط اللي بقوله؟ باكي يعني هو حلويات المولد مش عباره عن سكر بيتحط عليه كل حاجه؟ والله هي يعني لوز عين جمل يعني هي والله والملبن ده جيلاتين وسكر ونشا في شويه نشا، فبرضه ما فيهوش دهون. يعني كل حلويات المولد ما فيهاش دهون، لا خالص. احنا فيها سكريات، احنا عملناها كنا يعني بنحاول نقلل السكر، يعني مثلا نحط كمان يعني حتى لو خدناه في يوم انا ما عنديش مشكله، بس ازاي بقى نحرق السكريات دي؟ يعني لو دهون هنلاقي مشكله فعلا، لكن لو سكريات بنقول بقى الحل السحري يعني لازم كل يوم نمارس رياضه لمده ساعه. يا ربي. طيب اليوم اللي قبلها ويوميها ويوم اللي بعدها على الاقل طب الرياضه دي ممكن تبقى مشي حتى؟ ممكن تبقى مشي بس كل يوم يا دكتور بقى 3 ايام مثلا؟ يعني البوس اليوم اللي قبل مولد النبي، يوم مولد النبي، اليوم اللي بعده. المشكله ان هي مبقاش يوم يا دكتور، حضرتك فاكر ان هو الناس بتاكل يوم؟ انا زعلان، ده الناس كلها بيقولوا شايلين حلاوه المولد بتاعته يعني. بس برضه من ضمن الافكار والله والاسرار اللي الناس شويه بدات زي ما بقينا مثلا الكحك، كنا زمان الناس تجيب 3 ولا 4 كيلو كحك، بقوم بنجيب برضو كميات اقل، ودي برضو ارحم شويه يعني برضو ناخد بالنا من الحاجات يعني دي، عشان كمان برضو اكيد الحاجات دي غليت يعني، حاجات البيض ما بقتش رخيصه زي زمان يعني. فيجيب علبه هو ده لما كان بيجيب 3 4 علب. صحيح يا دكتور. فاحنا بنقول بقى السكريات دي نتخلص منها ازاي؟ اول حاجه اتكلمنا على موضوع الرياضه، فقلنا ساعه كل يوم لمده 3 ايام، يوم قبلها يوميها اليوم بعدها. الحاجه الثانيه الميه. لو هنشرب ميه كتير في اليوم اللي هناخد فيه سكريات، السكر ده هينزل في البول جامد، لان السكر اصلا مضر للبول مش لمريض السكر، للناس العاديه لو خدوا سكريات شويه تلاقيهم بيدخلوا الحمام كتير، بس لو ما خدوش ميه السكر مش هيطلع. هياخد ميه عشان يدوب السكر، عشان السكر هيتحول لدهون بقى هنا؟ لا مش هتحول لدهون، لو شربنا ميه كتير هنتخلص منه. لا اقصد لو هو ما شربناش ميه، لو ما شربناش يتحول بقى لدهون، السكريات بقى والنشويات بعد شويه هتتخزن في الجسم وتصير دهون في الاخر. فاحنا هنلحق الموضوع ده، هنلحق الموضوع الميه وما فوائد الميه بكميات كبيره تحفه. الحاجه الثالثه بعض المشروبات اللي بتعمل برضو ادرار جامد للبول، فتخلصني من السكريات. واشهر حاجه فيها طبعا الشاي الاخضر. الشاي الاخضر يعني لو حد بيشرب كوبايه او اتنين في الايام العاديه، لا نقول له بقى في الايام الاعياد دي خد 3 4 كوبايات شاي اخضر في اليوم. الشاي العادي
حتى الناس مستهونه بيه تقول لك الشاي العادي بيخسس. لو ما اتحطش فيه سكر وشربناه ساده طبعا هيخسس جدا. لو حد ما بيحب الشاي الاخضر فعلا في ناس يقول لك ما بقدرش اشرب سكر دايت يا دكتور الشاي الساده. طبعا ممكن كويس، بس انا دايما يعني عايز الواحد يتعود عشان يغير سلوك حياته. انا مش بحب اعمل ريجيم لحد اللي هي فتره شهر ويخلص ويرجع ياكل. انا عايز اغير سلوك يتعود ان هو ما يشربش حاجه مسكره. الشاي العادي ده في من ضمن وسائل التخسيس ان الواحد يلعب رياضه كل يوم ساعتين ويشرب شاي وقهوه، يعني الكافيين بكميات كبيره، دول بس لوحدهم بيخسسوا. دول بيعلموا حتى لو كان عادي وشرب شاي بكميات كبيره ولعب رياضه بكميات بيخس، لان بيعلي معدل حرق السكريات والدهون جدا. بس بشرط برضه ما يدخلش دهون، يعني هيدخل يعني ممكن يدخل سكريات، يدخل نشويات، الكلام ده كله هيتحرق بسهوله. نشويات زي السكريات طبعا اللي هو الكربوهيدرات شوية. يعني هو حتى السكريات اصلا في عندنا مثلا سكر الجلوكوز ده اقل حاجه وحرقه اسهل حاجه، اللي هو الفاكهه يا دكتور. لا الاقل من الفاكهه، الاقل من الفاكهه. بعد كده في سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه، الفركتوز صح. الفركتوز ده بالحق بتاعه برضه اسهل شويه من السكر الاعلى منه اللي هو السكروز اللي زي موجود في القصب بقى، اللي هو سكر طبعا الابيض. طب والدايت يا دكتور اخباره ايه؟ السكر الدايت السكر الدايت المفروض اللي ما فيهوش سكر خالص، هو ده مصنع طبعا يعني 3 من 10 4 من 10. في حاجات فيها 4 سعرات حراريه معموله من الذره، فدي برضه جايز فيها. لكن برضه 4 سعرات حراريه ل 15 أو 20 سعر حراري في السكر العادي طبعا الموضوع طبعًا مختلف دكتور. طب احيانا بيتقال السكر ده زيرو يعني ما فيهوش اي كالوريز خالص، ده بيبقى حقيقه بيبقى مكتوب كده؟ زيرو صعب، لكن احنا بنقول 3 من 10 3 من 10 ده طبعا يعني حتى لو مكتوب كده يعتبر زيرو. استحاله حد يعمل زيرو، هو 3 من 10 ممكن 4 من 10 ممكن، لكن زيرو استحاله. وبرضه معلومه عشان المشاهدين لازم يعرفوها، ان السكر البني زي السكر الابيض يعني صح. في ناس كتير فاكره لما بيلاقوا كده في اي كافيه ده شويه صح يا دكتور، هو صحي بس نفس السعرات. في ناس كتير ياخدوا بالسكر البني ويقول لك عشان مصنع، لان في ناس بقت تصنع السكر البني تحط على السكر الابيض عسل اسود ويزود السعرات بتاعته زي العيش السن. يعني في ناس تحط فيه كاكاو عشان السن ما يتكسرش منهم، وده طبعا ده غش تجاري، لان اللي جاي ياخد سن ده اكيد يا مريض سكر يا عايز يخس، فيجوا يضيفوا عليه عسل اسود عشان يتماسك اكتر ويبقى لونه اسمر. لان دلوقتي العيش السن بيتباع اغلى من العيش العادي، فهو الدقيق لما يوظفه ان يبقى عيش سن ده احسن له، وفي الاخر بيضره ان بيديله دقيق كامل وبيضره ان بيحط له كمان عسل اسود فبيرفع له السعرات الحراريه. طيب احنا طبعا مش عايزين حضرتك توقف عن الكلام بس معانا تليفون وهرجع لك حالا. سماح صباح الفل. مدام سماح صباح الخير يا فندم. صباح الفل حبيبتي. انا مبسوطه اساسا ان انا بسمعكم، اساسا ان انا مستمتعه يعني. واحنا والله انا مش عايزه اتكلم، عايزه اسمع يعني. اتفضلي يعني اول ما تلاقيه في التلفزيون ما بقدرش اقاوم ان انا اساله بصراحه. لا اتفضلي حبيبتي. بعد اذنك يا دكتور بهاء، انا عايزه اعرف يعني ازاي اعمل ديتوكس ويكون يعني كم مره في الشهر؟ اوكي. في يوم بيعتبر ديتوكس، ولو كده افطر على ايه؟ يعني لو انا هخليه يوم ديتوكس كده يوم الصيام. حاضر. مش عشان بكره فعايزه اخليهم ديتوكس. وانا خسيت يا دكتور، بس دايما يعني دايما خايفه ولو طب لو انا مثلا اكلت من حلاوه المولد اطمى من كل نوع كده مثلا، يعني اعمل رياضه بعدها قد ايه عشان انا اخس شويه اللي انا اكلتهم؟ طيب حاضر. انا وزني دلوقتي 50 كيلو، انا كنت 90 ونزلت لحد 50 وانا طولي 155 الحمد لله. ودايما خايفه. انت مانيكان. انا نزلت والله مع الدكتور بهاء، ف وبعدين انا نازله الميزان ده بقالي دلوقتي محافظه عليه بقالي 4 سنين. بس دايما خايفه. 4 سنين دايما خايفه. برافو عليكي. طيب غيرتي سلوكك في الاكل مش كده؟ انا طول حياتي سكر، انا كنت تخينه، انا طول حياتي كان طبعا صعب جدا في الاول انا كنت لين طول حياتي ان انا صغيره انا كنت تخينه جدا. ودلوقتي طبعا عندك ثقه عاليه في نفسك بقى وبتمشي. بس الثقه دي بتخليني بتهتز بقى لما يعني بتيجي مواسم زي دي مثلا وببدا اكل حاجه فبحس بالذنب. عموما كل سنه وانت طيبه وهنخليكي تاكلي شويه ما تلاقيش. لا بس انت شاطره. 4 سنين سماح انا بحييكي وبقول لشيماء وهي معانا يا ريت تاخد رقم تليفونك عشان انت ممكن تبقي نموذج حلو وتقولي لنا انت الاربع سنين ازاي لو انت حابه تبقي موجوده معانا ضيف. انا عندي 3 اولاد يعني انا برضك خشيت وعندي 3 اولاد وخليتي دلوقتي هتعقد يعني. خلاص يا سماح انا بحييكي بحييكي جدا وتبقي ضيفه جميله معانا لو حبيتي. اهلا بيكي. طيب احنا نروح لباكي. انا هنا عجنت العجينه فرستها وقطعتها كور كده صغيره، مش فردتها يعني عملتها زي اسطوانه كده ورحت مقطعاها كور صغيره وغلفت كل كوره بدهنه
زيت ودهنت الطبق زيت، هغطيها واحطها تخمر، دي الخمرانه دي انفجرت دي خمرت هصلان في جر. هو ليه عند الفطاطي دايما بنلاقي حاطط العجينه بالمنظر ده كتير منها وياخدها ويعملها فطيره كبيره؟ ما دي مش اسهل في الفرد. ايوه هي دي كانت دي يعني. أيوه. دي بالظبط كانت يعني. لا بس بجد شكلها انفجرت بجد. فهو ده اللي احنا يعني، انا بصراحه في نوع خميره جديد جربته ده هكتبه لكم على يا رائع بجد يعني. بص اعمل بص اعمل ازاي ده، انا لسه عاملها قبل الهوا ما لحقتش يعني. طبيعه على فكره ليها فوائد كتير جدا يعني. انا بس حضرتك قول لنا بقى يا دكتور ايه فيتامين دي اصلا. احنا بس كل اللي احنا بنعمله ايه، هناخد يعني واحده واحده. انا بس هوريكم اول واحده ولما اجي اشكل الشجره هبقى هوريكم بقى بعمل ايه. بفرد كويس جدا، هي حتى سهله ازاي في الفرد معايا. دي اسمها فطيره الكريسماس يا باكي. انا علشان هعملها شبه شجره الكريسماس وهحشي منها بالشوكليت. معلش يا دكتور بس انا حاطين فيه والله حرام النهارده. انا خايفه والله. دي انها بتتاكل بالليل يعني الكريسماس بياكلوها بياكلوها بالليل في الكريسماس. باكي ما تخافيش احنا في عيد يا باكي. انا واقفه جنبك ما تخافيش احنا في عيد يا باكي. شوكولاته ولا حاجه الاقي نفسي بقول حاجه غلط يعني لازم نعتذر. لما الدكتور قال اهو احنا في عيد معلش سامح لي. انا مش حاطه شوكولاته، انا حاطه بالظبط على الفطيره كلها اللي هي الحجم ده حاطه لها معلقتين شوكولاته. فيعني لحظه انا هتلاقوني حتى ده انا بدهن بس. اوكي انا بجيب صينيه بدهنها. تنفع الشوكولاته السوداء الدارك شوكولاته؟ هي بس تحط لها لبن لان هي لازم تبقى شوكولاته. انا حاطه لها شوكولاته اللي كريمي شويه. لازم تبقى كريمه شوكولاته لان الشوكولاته اللي هي دي اول ما الفطيره يعني هتبرد هترجع هي تمسك فهتبقى مقرمشه. بس وعدينا بقى بعد كده تعمل لنا حاجات بالشوكولاته السوداء. بنعمل يا دكتور على طول بنعمل كتير. لا احنا العادي بتاعنا بس احنا ما ده احنا حضرتك موجوده عشان العيد بس. بحطها بقى بدهن صينيه بالزيت بحطها وبجيب انا شوكولاته كمان مسيحاها في يعني لفتها لفه بس كده في المايكرويف لانها مش عايزه انزل منها كتير اولا عشان ما نكترش وثانيا عشان وانا بشكل الشجره ما يحصلش يعني ذراته كتير. ايوه فانا ايه اللي انا هعمله هحط بس كده. وانت اساسا الرق رفيع جدا فهو مش عايز فعلا كتير. هدهنه يعني هقعد ادهن فيه افرده لحد كل ما يغطي كل العجينه دي وهروح فرده رق تاني وعامله عليه برده شوكولاته بالمنظر ده لحد ما هخلص وكده هبدا اشكل. طب احنا برضو عايزين يعني اكيد روبيا تبقى معاكي على لحد بقى ابدا اشكل عشان نبص هي شكلها بيبقى عامل ازاي. طيب انا مش عارفه احنا وقفنا فين بس عايز حضرتك تكمل يعني كل الكلام حلو. طيب والله ممكن من اجابه السؤال طبعا بتقول طبعا هي قالت الحقيقه الديتوكس ده من الحاجات الرائعه طبعا. بس فعلا احنا بندخل بنلاقي افكار كتير وناس تقول اسبوع ناس تقول 3 يوم ناس تقول اخر الاسبوع و و و اصح حاجه ايه والعمليه يا دكتور لانه جميل ومحتاجينه كلنا. طيب هو مبدئيا بس ان الديتوكس ده مش وسيله تخسيس يعني بس عشان ايه نعتمد على كده. هي وسيله لتخليص الجسم من السموم اللي طول النهار بتدخل في جسمنا علشان تبقى في حيويه لكل وظائفنا الوظائف بتاعت الجسم الحيوي. كويس يعني الكلى كويسه والكبد يبقى كويس والتنفس كويس والمخ يبقى تركيزه كويس. ان على فكره السموم الكتيره بتاثر على تركيز المخ وده اللي بتخلي الناس العصبيه الخناقات اللي في الشارع دي من كتر التلوث دخل على المخ فبيبوظ الدنيا خالص. الناس عشان تبقى هاديه فلازم ايه يبقى يعملوا يخرجوا السموم من الجسم. جميل. كمان كده توكس وهناخد تليفون. لا ناخد التليفون اللي حضرتك عايزه يعني. انا متحمسه جدا للديتوكس ده. هقوله على طول بعد التليفون. هبه مدام هبه صباح الخير. صباح الفل. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي. بالمولي بالنبوي وبالرأس السنة الجديدة كل سنة وانتم طيبين. وانت بألف خير. ممكن أكلم الدكتور؟ معاكي حبيبتي. إزي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. أنا عندي مشكلة يا دكتور. أنا والدة بقالي 3 سنين ونص وزني زاد في الثلاث سنين ونص دول من بعد الولادة 35 كيلو. تمام. وعندي مشكلة في البيض بقالها فترة بقالها أكثر من سنتين ملخبطة ما بتنزلش إلا بالعلاج. يعني انت وزنك قد ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي 115. 115 والدواء شويه ابتدت ما تنزلش بعد ما زدت في الوزن مش كده؟ بعد ما زدت بقت في لخبطه جامده قوي وما بقتش بتنزل الا بالعلاج. لازم اروح للدكتور اخد عليه. وعندي نسبه تكيفات وعندي التبويض. عملت التحاليل عندي التبويض 6 وفاصلة كده بس الدكتوره قالت لي ان المفروض يبقى بضعف الرقم ده. تمام. ودلوقتي حبتني حاجة باخدها للتكيفات اللي هي حاجة فيش كده. تمام. وبس فانا المفروض ان انا عايزة اخس ومش عارفة. طب انت بتاكلي انت حياتك يعني انت بتاكلي براحتك ودهون وزي ما انت عايزة اكيد صح؟ انا كنت الاول كده بس بقالي فترة لما لا بحاول اقلل خالص
بس علشان ظروف الحياة وانا اصلا ما بنزلش كتير وما بخرجش كتير فما بعملش رياضة ولا بتحرك كتير. طب بقولك انت سمعتي مدام سماح متهيألي مدام سماح برضه مخلفة تقريبا 3 ولاد وغيرت سلوك حياتها، سمعتيها في التليفون الاتصال اللي قبل كده؟ ايوه سمعتها. طيب عايزك تتشجعي وانا هقول لك هنحل المشكله بتاعتك ازاي. حاضر. عايزه اي حاجه تساعدني ان انا كمان البيرد كمان دلوقتي بقى لها شهرين متاخره لان انا ما خدتش العلاج لسه. حاضر يا حبيبتي. حاضر هنقول لك على طول. تسلمي لنا. عايزه تقولي حاجه. انت حطيتي الرقبه؟ انا حطيت الرقبه فوقيه. انا عامله الجاهز، عاملاها 4 رقات من العجين وثلاثه شوكليت. انا هنا عملت رقين بس عشان اوريكم الفكره بسرعه ما نضيعش وقت. انا بعد ما بفردها كده ببدا بسكينه رفيع بوزها كده رفيع ببدا ارسم من فوق كده زي مثلث. طب كده باينه معاكي؟ انا هوري يعني بعد ما هحدد. انا مش هقطع دلوقتي، انا بس بحدد. بعمل مثلث من فوق كده وكده يعني ايه. لا انا بعد ما هوري يعني بعد ما اخلصها هوريها لكم. طيب بعمل كده. بعد كده باجي من تحت بروح مثلا ادي اخر المثلث ده اروح عامله خط لجوه بس مش للاخر، لحته في النص يعني خط حاجه بسيطه. واجي من الناحيه الثانيه اعمل نفس الخط يبقى قدامه بس ما يوصلوش لبعض يعني ما يقابلوش بعض الخطين عشان تسيب الجذع بقى. وبعد كده انزل تحت اعمل جذع الشجر. تمام. سهله جدا. بس خلاص سهله جدا. طيب مدام سهير احنا عايزين طب نجمع الاسئله بقى ونلحق نجاوب. انا كده هقطعها سهله جدا. دي بسيطه قوي. وبعد كده هحاول اشرح الفروع ازاي هتعملها. جميل جدا. هي دي كده الشجره اهي. اوكي خلاص خدي التليفون. يلا ناخد التليفون وبسرعه نرجع للاسئله. مدام سهير صباح الفل. صباح الخير عليك يا منال وعلى ضيوفك. اهلا بيكي. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وانت بألف خير. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي طبعا دكتور. بقى كل سنه وحضرتك طيب. انت بصحه وسلامه الله يخليكي. يا دكتور انا دلوقتي يعني بقالي فتره متابعة نظام كده كنت سمعت عليه ان هو اكل لحد الساعه 5 اكل اي حاجه. تمام. وبعد كده اوقف الاكل واخد زبادي الليمون بالليل وكي خسيت يعني خسيت او ممكن تقول لنا ايه جسمي وزني زي ما هو يعني ولا زدت ولا ولا خسيت قوي. مشكلتي بقى ان انا باخد شاي بليمون وزبادي بليمون بالليل عمل لي التهاب فظيع في معدتي. بقى لي فتره بكشف وبتعالج في موضوع المعده دوت حصل لي التهاب جامد جدا جدا حرقان فظيع مش عارفه اكل اي حاجه خالص. بس هو كان بديل يعني انا مش هنكر ان هو الزبادي بالليمون والشاي بالليمون كان بديل حلو جدا ان هو ساعد ان انا جسمي على الاقل ما زادش وفي نفس الوقت كان بيريحني جدا. بس حاسه ان انا حاضر يعني يا حبيبتي حاسه ان انا دخلت في قرحه. عايز اعرف ايه البديل بتاعه. كلامك مظبوط وكويس انك سالت عشان ننبه الناس. احنا كنا قلنا كمان النقطه دي خاصه ان هي واقفه من الساعه 5 وبتاخد بالليل فهي في فتره طويله المعده ما دخلتش فيها حاجه. هنبص على حاجه وبسرعه نرجع للدكتور. عايزه انا بصي هقول حاجه سريعه بس. انا من هنا من الجزع ده انا هعمل برضه هعلم علامتين بس كده من الجزعين لفوق يعني من نهايه الجزع لحد فوق. أوكي. وابدا اروح يعني مقطعه كده كلهم كده الناحيتين. كده وهعمل زيهم الناحيه الثانيه وبعد كده اروح ماسكه واحد واحد وابرمه. كده اهو بس لحد ما هخلص كلها بقى يعني هعمل كده كله. أوكي. هنا والناحيه الثانيه هوريكم بقى شكلها في الاخر. طيب. يعني اروح عامله البرمه الحتتين دول جميله جدا. خمس شجرات من دول نبقى في بيوت على طول. على طول بيروت هنا في المطبخ عندنا. شجره الارز قدامنا دلوقتي. طيب ناخدهم مع بعض. يلا على طول. اول حاجه ديتوكس افضل ان مره واحده تتعمل كل شهر وهي بتجيب حوالي 2 لتر ميه بالليل تقطع فيهم خيارية تحط فيهم عادين 3 نعناع تقطع فيهم لبونة من غير ما تعصرها تحطهم في المية وتبيتهم طول الليل والصبحية تقعد طول اليوم تشرب من المية دي. الليمون بيبقى مخفف في الحالة دي لأنه ما بيبقاش مؤكد زي طبعا اللي هنجاوب عليه. طبعا ومن حقها تاخد تفاحية أو 2 على مدار اليوم. وهتلاقي نفسها بتدخل حمام بكميات فظيعة جدا إخراج مية. ودي هتبقى سموم كتيرة بتخرج من الجسم وكل شهر تعملها كل شهر. ودي قلنا عشان الوظائف الحيويه. حلو قوي. السؤال الثاني كان اللي وزنها زاد جدا وابتدت الدوره الشهيه تنقطع عندها. من ضمن الاسباب الرئيسيه لتكيس المبيضين وانقطاع الدوره الشهيه هي السمنه الزياده. هي ابتدت تاخد ماده الميتفورمين اللي موجوده في الدواء اللي هي قالت نص الاخير ده. طبعا ده علاج اساسي ليها في الفتره دي لابد منه وهتاخد منه يمكن لغايه 3 كبسولات في اليوم ممكن توصل لغايه جرعه 1000 3 مرات في اليوم. ومع كده لازم هتبتدي تنظم الوجبات بتاعتها يمكن في رجيم هننزله النهارده ده قريب من الرجيمات اللي ممكن هي تعملها. واللي عندهم بقى تكيس المبيضين عندهم حاجه اسمها مقاومه الانسولين. ودول ما بتتحلش فقط بالعلاج بتتحل بالمشي.
بالمشي آه. ومش بس مش الرياضة العنيفة آه. المشي يعني آه. كل يوم لو مشيت ساعة مع اتباع الرجيم مع الدواء اللي هي قالت عليه ده ان شاء الله لازم رجيم يا دكتور. لازم رجيم آه. يعني عارفين مشاكل اللي هي الخاصة بالمنطقة آه. دي بتبقى سمنة مشاكل سمنة. الحالة الثالثة دي بقى اللي هي اللي انا بسميها شخصيا افتكاسات، اي حد يطلع يقول اي معلومة كده علشان خاطر يعني تسمع لكن هي القصة طبعا غير كده خالص. احنا لازم الطبيب يعرف المريض بتاعه ده عنده مشكلة في معدته اصلا ولا لا، يعني حتى بالسؤال حتى لو ما كشفش عليه بس يعرف افرض عندها حموضة عالية، افرض عندها تاريخ قرحة في العيلة، يبقى هي عندها قابلية لكده، فدي تبقى ممنوع عليها ان يتحط ليمون بكميات كبيرة، يتحط خفيف على السلطة، يتحط على شوية شاي خفيف برضه ما يبقاش تقيل، ما يبقاش هو ده الحل بالنسبة لها، ممكن يكون حل لحد تاني. وبعد كده ليه يتحط الليمون على الزبادي بالليل؟ ما احنا ممكن نشرب كوباية ليمون بالمية وبسكر بديل وناخد علبة الزبادي لوحدها، احنا عندنا معدة جوه أقوى من الخلاطات اللي بنستعملها هنا، فالليمون بيدخل والزبادي بيدخل كله بيتخلط جوه نحطهم على بعض ونتعب معدة اي حد. طب دكتور هو ممكن ما بقاش عندي انا مشكلة ولا حموضة ولا حاجة والسيستم ده يوصلني لده؟ هي بقى بتعمل ايه، هي بتقعد لغاية 5 ما تاكلوا من 5 بقى لغاية تاني يوم تقريبا هيبقى 7-8 الصبح يعني 13-14 ساعة او بالليل، وممكن ناس تاخد 11 بالليل او كده، فهي برضو قعدت فترة 14 ساعة بالزبط. ما بتاكلش 14 ساعة دي المعدة عمالة تفرز حامض كده. والحامض ده عمال ياكل في جدار المعدة وانا اروح مزودها كمان بالظبط ومديها كمان ليمون توصل لمسألة القرحة. غير كده احنا النهارده كنا بنتكلم على حكايه تغيير السلوك هل هي هتفضل طول عمرها نهايه اكلها الساعه 5 بالظبط كده ولا دي فتره عشان تخس؟ لا، ما دام فتره عشان تخس يبقى الكلام ده مش مظبوط. انا عايزه تاخد فطار غدا عشاء توزع المواعيد ما بين كل وجبه والتانيه من 3-6 ساعات بس تقسمهم على اليوم كله علشان يبقى ده سيستم حياه نمشي عليه بعد. جميل، بسرعه بس هقول اللي هي السؤال اللي قلت لك النهارده رحاب وهو الرايب، وكانت فكره لطيفه قوي. في رايب في السوق طبعا عشان نقول الاسم بتاعه بيبقى عليه ليمون، بيبقى عليه اعتقد سكر دايت لانه ونعناع ولانه بيبقى مسكر. لا حتى لو ما بيحطوش سكر دايت، هو فكره الليمون مسكر عشان الليمون نفسه لما بيقعد شويه بيبتدي يسكر بجد، ما في فاكتوز في الاخر. والله الليمون الطبيعي الليمون الطبيعي دي فاكهه كويس، ففي فاكتوز، فالفاكتوز ده بيسكر طعم الحاجه فعلا، فهو ما فيش مشكله. وكمان دول هم عاملين فكره ذكيه ان اللبن الرايب هيخفض شويه حكايه الحموضه اللي في المعده وفيها شويه ليمون وشويه نعناع، والنعناع طبعا عشان خاطر الانتفاخ والغازات والكلام ده فيبتدي يضيع البطن، فهو مشروب كويس سعراته الحراريه قليله بس برضه لو حد عنده قرحه في المعده برضو او التهاب يخلي باله برضه من فكره الليمون اللي موجود في المعده. طيب تنصح الناس اللي هي عندها فعلا موضوع القرحه في المعده بقى بالمره وماشيين ممكن او نفسهم يمشوا على حاجه برضه الى حد بالليل وتبقى معقوله، ايه يا دكتور؟ هياكلوا زبادي لوحده، زبادي وياخدوا شويه شوربه خضار على ميه او ياخدوا قطعه جبنه قريش ومعايا توستاه سن واحده وخلاص على كده. جميل جميل، افكار حلوه قوي. هنبص بقى وهننزل النظام يا جماعه دلوقتي، اللي حابه تقولي الغذائي بتاع دكتور وفي حلاوه مولد وهنهيص. انا خلاص الله يفكي شكلها جن، هي بقت كده شكلها في الاخر بجد جن، سهله جدا سريعه على طول، الفروع بس اتقطعت بسرعه ولو برمناها بس هنسيبها بقى تخمر وهنروح دهنها. انا حطيت هنا في العجينه صفار بيض، انا هدهنها بالبياض البيض مع شويه لبن، هدهنها وادخلها الفرن على درجه 200 لحد ما تستوي. دي يعني بس لازم تخمر، يعني لازم اغطيها واسيبها تخمر مره كمان. تمام. هعمل بقى الحدقه اللي هي بالجبنه، انا جايبه اللي هي الجبنه الكريمي اللي هي الكوبايات، يعني برضه هاخد معلقتين دكتور والله. على فكره خدي راحتك النهارده، احنا مش بنعمل اكل دايت. لو قلنا بنعمل اكل دايت هتبقى مشكله، احنا بنعمل النهارده اليوم اللي هيغير الحلقه عند الناس عشان ايه اللي كان عنده بلاتو هياكل الكلام ده وان شاء الله يحرق بعد كده كويس. انا هنا عملت ايه؟ اخدت انا عندي نوعين جبنه ماشي؟ في نوع منهم هلونه. هلونه بلون ليه؟ لان انا عايزه لما اجي ابرم البرمه دي في الحادق تعمل لي ان في شكل، يعني انا هنا اللي عامل لي ايه شكل الشوكولاته سودا فالجبنه لونها ابيض هي نفس اللون فانا بس في يعني هلون جزء منها باي لون بقى، اصفر احمر يعني براحتكم جدا لو دي هي الالوان اللي هي المصدر او الجل كلها مصرح فيها. حدي بس شويه، انا عايزه اللون يبقى يعني باين
وبرضو حفرد بنفس الطريقة وححشي في النص من الجبنة. ممكن بقى في الجذع اللي هو في النص ده، الحتة اللي في النص دي، دي مش هتتبرم في الحادق، مش هتتبرم. ففي النص ممكن احط هنا مثلا شرايح بسطرمة خفيفة قوي، روز بيف، ساسج، اي حاجة خفيفة تبقى بس طبقة يعني خفيفة جدا على قد المربع ده. فممكن ده اللي انا عاملاه برضو في الجاهزة. بس الاطراف لازم ما يوصل لهاش اي نوع من انواع الحشوات، عشان وانا ببرمها مش هينفع ابرمها ويجوها بسطرمة او حين. انا هسألك على حاجة، هي بيبقى في شجر الكريسماس ده وبيبقى حادق؟ انا ما اعرفش. انا عاملاها حادق لا عامه لا هي اساسها انا قلت اعمل منها الحادق يعني بحيث ان كاساتك يا باتي الحلو كتير قوي. طيب يا حبيبي فانا هعمل برضو نفس اللي انا عملته. برضو لازم نتابع شكلها معاكي. هي بقى طبعا الكاميرا هتبقى معايا، هعمل نفس اللي عملته بالظبط بس بقى الحادق. جميل جدا كده هكمل. طيب دكتور احنا طبعا يعني حضرتك انا دلوقتي بس كانت رحاب بتقول على النظام الغذائي اللي هو نازل، ان عندنا اسئله تتنظم ازاي حكايه ان احنا ناكل حاجه حلوه بقى، ناكل حلاوه مولد خلال اليوم ايه كده. فياريت يبقى معانا، لانه في ناس بتبقى يعني نانسي بدوي مثلا عامله لنا سؤال بتقول هو انا ممكن الفطار بتاعي يبقى زي الفل يعني لايت جدا والعشاء بتاعي، بس الغدا اديني بقى فرصه ان انا اكل، مش اكل كمان قليل، اكل براحتي شويه حلويات. بس النهارده الرجيم اللي بنزله عشان حلويات المولد فاضطريت ان انا ازود في الفطار واقلل في الغدا شويه. أوكي. عشان نقدر ناكل حلويات مولد الاسبوع. لكن ده هي ممكن تبقى زي وجبه هي يعني في ناس عاملينها وجبه الفطار. كانها هتبقى فطار. ان شاء الله ده اللي هينزل يعني النظام اهو. يلا يا جماعه قوموا الصبح بقى تاكلوا حلاوه مولد حاجه حلوه خالص. طب انا مش شايفه طبعا يا دكتور كويس حضرتك. يعني هو المفروض فيه صحيه كوبايه شاي، كوبايه شاي او قهوه بلبن خالي الدسم، ومعاهم بقى يا اما قطعه ملبن بالمكسرات عادي، او شريحه فوليه لوز عين جمل الحاجات دي كلها. ده الصبحيه ممكن ناخدهم في الايام دي. طب القطعه دي قد ايه يا دكتور؟ يعني القطعه بصي مش هزيد اللي ضميرك مش هزيد على 50 جرام طبعا يعني اللي ضميرك 50 جرام ده كميه حته كويسه يعني. صح كده. بعد كده عندك سبع ايام هتفطري ملبن اهو. مش عايزه ملبن. انت هتخلصي الملبن اللي عندهم كله. هتخلصي العلبه. اوكي. بعد كده بين الفطار والغدا عندنا ثمرتين فاكهه. حلو. انا برضه مش شايف، انا بقول من اللي كتبته. ثمرتين فاكهه. شريحه حاجه فيه. ثمرتين فاكهه بين الفطار والغدا. الغدا بقى ده السناك يا دكتور. السناك عندنا الغدا نفسه يا اما ربع فرخه او شريحه لحمه او نص كيلو سمك، وكل ده مشوي او مسلوق او معمول في الفرن، ومعاهم طبق سلطه خضراء كبير. شلت النشويات من الغداء، وانا غالبا بحط نشويات طبعا عشان هرم الغذائي. بس بسبب وجود الملبن في الفطار. تمام. ما بين الغداء وما بين العشاء ممكن ناخد علبه زبادي، او ممكن ناخد فنجان كورن فليكس عادي او دايت مفيش مشكله. بشويه لبن خالي الدسم. تمام. بالليل بقى خالص جو ساقع بيبقى بالليل طبعا. بالنهار الجو حلو. لا دي احلى نصيحه بقى نركز فيها دي بالليل. دي بقى عندنا مغرفتين شوربه خضار او مغرفتين شوربه عدس خفيف. شوربه عدس خفيف يعني ما يكونش فيه سمنه كتير، ما فيهوش شعريه، الكلام ده كله. وشوربه الخضار لو الناس جابت كميه خضار كل حاجه، البطاطس مش خضار عشان بس المعلومه، ويسلقوهم كويس جدا. ويحطوا في الاخر التوابل من غير ما يحطوا اي ماء ولا اي حاجه. ايوه طعمها هيبقى حلو. ولو عايزين القوام بتاعها يتقل شويه ممكن يحطوا مثلا فيها كرنب يعني. دسم يا دكتور احنا مره هنا يعني بنسلق الفراخ مثلا او اي حاجه ونحطها ليله في الثلاجه، ثاني يوم نطلع نشيل يعني نشيل كل الدسم اللي على الوش. فبتبقى المرقه نفسها تخلصنا من الدسم بتاعها. هي فيها دسم بس قليل قليل تبقى مفيده يعني كده. خلينا الدسم. هل ممكن نحطها على شوربه خضار؟ ممكن، ولكن اللي يقدر بالطعم اللي انا بقوله ده اكيد احسن كتير جدا. في كمان كرفس معاها بتبقى بتدعم حلو قوي عشان تبقى زي يعني الكلام ده كله. الكرفس هيدي برضه القوام الثقيل بتاعها. ليمون نص ليمونه وتعمل طبعا. مثلا ايه تعمل حله كامله كده تسيبها اسبوع كل يوم بالليل تطلع الكبشتين دول تسخنهم وتشربهم، وده اكيد مش هيجوعهم، هيعرفوا يناموا كويس. صح يا دكتور. برضو دي من الافكار الجميله جدا. طب احنا بنعمل الجزء الثاني. بعمل نفس اللي انا بعمله اللي انا قلت لكم عليه، حشيت اول واحد بالاصفر، ثاني واحد هعمله بالابيض. أوكي. عشان يبقى فيه ده تعادل الالوان. جميل. طيب دكتور احنا هنا بس عشان يعني مهم قوي ان احنا نركز على حاجه، نقطه ان حضرتك حطيت الحاجات اللي فيها حلو
حلويات او كالوريز الصبح. يعني نانسي لما كانت بتقول الظهر تفرق بقى طبعا. دايما بيتقال لنا الصبح لو عايزين تاكلوا اي حاجه نفسكم فيها تاكلوها الصبح. وفي كمان معلومه عايزه افهمها من حضرتك، بتقال لازم يبقى في نشويات حتى في اي نظام رجيم، لانه الناس اللي بتمنع النشويات خالص فاهمه ان هي كده بتخس، هي تقريبا يعني في حاجه بتدوب الدهون او مرتبطه بالدهون والنشويات. فنتكلم عن النقطه دي. حاضر. طبعا احنا بالنهار دايما معدات الحرق عاليه، وبالليل تقريبا بتبقى اقل ما يمكن. دي ايه موجوده، ولكم في النهار معاشه وفي الليل سبات، يعني هو بالليل ده اتعمل للنوم. على عكس ما الناس بتعمل معظمها. مش عارف، هي عادات خاطئه جت لنا مستورده بصراحه من بره. المصريين طول عمرهم كانوا بيناموا بدري وكانوا بيصحوا بدري وكانت وجباتهم منظمه وكانوا بياكلوا في ساعات معينه وكانوا بياكلوا على طابور الصفه. ايه قصه طابور الصفه دي؟ يا دكتور، اللي عايز ما يفضلش يجوع كل شويه وكل ما يلاقي حاجه يلقطها، ينظم حياته ان هو ليه مواعيد ثابته في الاكل ما بين الفطار والغداء والعشاء، وليه مكان ثابت للاكل. يعني ما ياكلش مثلا الغداء واقف على السلم، ما ياكلش الغداء وفي اوضه الليفنج وفاتحه التلفزيون وبتتغدى على السرير قبل ما تنام تبقى واخده البولت الشوربه اللي قلت عليها تشربها. لا، كله يبقى في السفره. فالمخ يبتدي يبرمجنا ان انا ما ينفعش اكل غير في المكان ده. احنا هنا بقينا نتكلم كتير قوي عن موضوع المخ وبرمجه المخ، بس انا يعني هي المشكله دلوقتي في ناس كتير بتتفرج عليها تقول ده جوزي بيرجع الساعه كذا وولادي الساعه كذا واللي في الجامعه واللي في المدرسه. هي بس دي دلوقتي بقت كمان سمه الحياه بتاعتنا للاسف. بس برمجه المخ دي من الحاجات اللي بقى الكلام عليها كتير، قد كده المخ فعلا بيتعود على حاجات يخليني اتحكم في سلوكياتي. طبعا بصي، عارفه زي بتوع الاي تي يقول لك اعمل لك برنامج يمشي مع طبيعه شغلك. فاحنا بنعمل برنامج لكل واحد مع طبيعه شغله. لو عرفنا نعمله البرنامج ماشي مع مواعيد شغله وسبت البرنامج ده، فخلاص هو مخه شغال على كده. انا هتعشى الساعه كذا، هتغدى الساعه كذا، هفطر الساعه كذا، ويفضل ماشي على كده. مفيش مشكله الناس اللي بيقدروا يتاخروا شويه وهيتغدوا الساعه 6 7، انا ما عنديش مشكله 6 7 الغدا. وممكن ساعتها ياخدوا وجبه العشاء ما بين الفطار والغدا في الشغل. كويس. لكن لو حد بقى يقول لي باجي الساعه 12 بالليل، لا ده يعني طبيعه الشغل بقى مختلفه تماما. يعني حالات نادره. هو غالبا الرجاله اللي بتشتغل بتروح الساعه 12 دول بيتغدوا بره يعني، او بيقعدوا على القهوه مثلا. الليل عيد. تمام. طيب هنروح لنقطه النشويات والناس اللي بتعمل دايت وبتمنع خالص النشويات. هو احنا عندنا نوعين من الرجيم، يا اما نعمل رجيم هام غذائي منخفض السعرات الحراريه، يا اما نعمل رجيم كيميائي. الرجيم الكيميائي ده بيعتمد على ان يخرج لي كل السوائل اللي في الجسم مع شويه دهون قليله. الرجيم الهام الغذائي بيعتمد ان يحرق الدهون وما يخرجش ميه كتير. تمام. كويس. لو انا شلت النشويات من الهام الغذائي اصبح رجيم كيميائي، يبقى انا دلوقتي بقلل معدل حرق سكريات الدهون عند اللي بيخس، بطلع له الميه المهمه من جسمه، ببتدي ازود له انواع من الاملاح زي اليوريك اسيد مثلا اللي هو بيعمل نقص والكلام ده كله، فابتديت اذيه. فوجود النشويات في النص هو ده اللي بيخلي الحرق كويس، بيقلل فكره ان الاملاح تعلى في الجسم، وبيخلينا حتى ده سلوك حياه، لان هو مش معقول حد يقعد طول عمره ما ياخدش نشويات. وكمان حاجه اعتقد النشويات بتخلي كمان في يعني من الناحيه النفسيه كمان بتخلي الحاله المزاجيه والنفسيه. ماده السيروتونين في المخ دي دي النشويات هي مسؤوله انها تخليها مظبوطه. ده غير كده ده احنا بنضيف شويه دهون، حتى يقول لك الهرم الغذائي فيه 5% دهون. 5% دهون دي فايدتها ايه؟ اول حاجه ان هي بتخلي هرمون الليبتين يبقى كويس في الجسم. الهرمون ده شغلته ان يحسسك بالشبع. لو انت شلت دهون تماما بعد فتره الليبتين ده هيقل فهتجوعي جدا، ودي بتحصل في عمليات شفط الدهون لما بيشوفوا كميه دهون فجاه من الجسم، تلاقي هرمون الليبتين وقع قل فيطلعوا من عمليه شفط دهون جعانين جدا فيبتدوا ياكلوا بكميات كبيره. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه ان ال 5% دهون دي مسؤوله على امتصاص 4 فيتامينات مهمه في الجسم. صح. فيتامين الف، فيتامين د، فيتامين ه، وفيتامين ك. الوقت بس ما يسمحش ان احنا نقول فوائد كل واحد. صح. ولو قل كل واحد ايه المشاكل اللي مشكله كبيره جدا. فبنرجع نقول فعلا انه سبحان الله اللي ربنا بيقوله لنا، والتوازن في كل حاجه هي طبعا. اللي بنرجع طبعا. ليها تبقى، وكل الافتكاسات اللي الناس اللي بتعملها طبعا. دي نبعد عنها. وبرضه لازم الناس تعرف معلومه، ما فيش عنصر غذائي ربنا خلقه الجسم ما بيستفادش بيه، وعدم وجوده الجسم هيتضرر ايا كان العنصر الغذائي. جميل. طب انا معايا تليفون اخده ولا انت عايزه تقول لنا؟ انا بعمل نفس اللي انا عملته في اللي فات. طيب. نانسي صاحبتنا ولا نانسي مين؟ ننوسه. اهلا، صباح الفل عليكم. صباح القمر، ازيك يا ننوسه؟ الحمد لله، وحشني وكل سنه وانتي طيبين. وانتي اكتر، ازيك حبيبتي؟ اتفضلي. وبشكركم على الحلقه الرائعه الجميله دي، وبرحب بدكتور بهاء وباكي
وبالحاب وبشيم كل الناس الحلوة دي بصبح عليهم. اتفضلي يا جميله. سريعا كده برضو عشان الوقت الحلقه يا دكتور. طيب دلوقتي لو حضرتك بتقول ناخد الحلويات دي في الصبح في الوجبه بتاعه الفطار، طب وجبه الفطار دي بنبقى مستعجلين عشان المدرسه وننزل ونروح ونيجي بسرعه، انا بحب اخليها ساعه الغدا الساعه 3 عشان اكلها، لان هي لازم يكون في استمتاع وانا باكلها. لا انا مش عايزك تاخدي وقتك وانت بتاكلي الحلويات. مش عايزين استمتاع. لا ما هي ما يوم في الاسبوع يا دكتور. وبعد كده لا مش بتكلم على اليوم، هو لو يوم ده هناخده في الغدا طبعا. احنا بنتكلم هنا كنا منزلين النهارده ان الفطار كل يوم كده لمده اسبوع. الفطار هي ملبن او حاجات حلوه. انا كان وزني 113 ونص والحمد لله. انا كنت هقول له المعلومه الجميله دي يا نانسي. ماشي. فبس طيب سؤال تاني سريعا، لو انا خليت الحلويات دي مرتين في الاسبوع، يعني وجبه الغداء مره واحده بس حلويات ومرتين في الاسبوع، في مشكله ولا لا؟ واهم حاجه بزور الرجل يا منال منورتي. انا هسال. ماشي خلاص. شكرا ليك ومتشكره جدا. ماشي يا حبيبه قلبي. نانسي جميله كانت 113 تقريبا، دلوقتي بقت 70 او اقل كمان، فهي ما شاء الله ومحافظه وشطوره وبت ليها وجبتين مفتوحين في الاسبوع. فهي يعني فدي ما فيش مشكله. خالص. انا نانسي لو منك افطر كل يوم طبعا حلويات اسبوع كامل يا نانسي بدل مرتين. طيب جميل جدا. نانسي بقى كان عندها برضو سؤال تاني وده قبل كده جانا وانا اول مره اسمعه يا دكتور، هي حاجه اسمها بذور الرجله. رجله مظبوط؟ رجله مظبوط. مظبوط. هي بقى بتسال هي دي تحطها على المشروبات قرفه مش عارفه ايه والكلام ده والجنزبيل، ولا تاخدها الصبح معلقه مع مثلا كوبايه ميه، ولا ايه؟ وايه بذور الرجله؟ بصي، هي بذور الرجله الرجله دي حاجه بتطلع كده في وسط. انا عارفه الرجله دي، انا كنت عارفاها، بس بتعمل بذور منها يعني؟ البذور بتاعتها اي زرع عليها من بذور من اي عطار مثلا؟ بتجي من العطار. اوكي. بذور رجله او بذور التاني اسمه بذر الكتان. بذر الكتان او بذور بذر الكتان. كل دي مش مسؤوله عن التخسيس، هي مسؤوله اكتر انها تخفض الكوليسترول. وعلى فكره دي مشكله احنا كلنا بنقع فيها، ان بيبقى في خلط ما بين اللي بيخفض الكوليسترول وبين اللي بيخس. يعني زيت الزيتون بيخفض الكوليسترول الضار، لكن زيت الزيتون لو حطينا كتير هندخن. صح. اللوز والمكسرات كلها بتخفض الكوليسترول الضار، لكن لو كنا مكسرات كتير هندخن. صح. فلازم نفرق بين الاثنين. فبرضه بذر الكتان وبذر الرجله والكلام ده كله، كل ده بيفيد في تخفيض الكوليسترول لكن ملوش علاقه بالتخسيس. يعني اللي ياخده يبقى عنده مشكله بس الكوليسترول؟ لا، عنده مشكله في الكوليسترول لكن انا ما اخدوش عشان بتساعد حتى على التخسيس. لا، في التخسيس لا، بس ممكن تاخديه برضه عشان تمنع ان الكوليسترول يعلى. لو بكميه معقوله مثلا. وفي مضادات اكسده فيه كويسه. هو في الاخر اللي عايز يخس لازم حياتي. يعمل نظام اكل مظبوط ولازم يمارس رياضه او مشي، هم دول اللي بيخسسوا. صح. اي حاجه ثانيه، انت تخيل ادويه ممكن حد يدفع في دواء الاف الجنيهات وفي الاخر مسؤول عن 5% بس من المنظومه بتاعت التخسيس. 5%. ده برضو من المعلومات المهمه جدا جدا. صح. يعني دي من اهم الحاجات اللي احنا بنقولها فعلا النهارده يا دكتور، انه في ناس طول الوقت حتى لما بتقولنا احنا في حلقاتنا دكتور دواء كذا دكتور دواء. يعني هو ما سايبين الاهم حاجه في بيدخلوا العياده هم مش عايزين الرجيم خالص، اكتب لنا دواء بس يخس، اكتب لنا دواء يخس، مش قادره امسك نفسي. ولو سالتيها هتلاقيها انها عملت التجربه دي مع 5-6 دكاتره قبل كده وما نجحتش. وبرضه عايزه الدواء اللي بيخس. لا طب احنا كده بناكد بقى. قولي يا حبيبتي. دي برضه اهي خلصت زي الثانيه بالظبط، شكلها حلو برضو قوي يا باشا. الاصفر كمان بقى لو عملته احمر عملته لون قوي كمان تبقى حلوه جدا. اهم حاجه ان انا وانا بحشي ما احطش زي ما انتوا شايفين بحط لحسه، لان انا لما اجي لو انا حاطه كتير اول ما هاجي اعمل دي هتلاقيها راحت كلها طالعه ومبهدله الصينيه. او حتى لو حصل كده مفيش مشكله، دهين يعني امسحه بمنديل مفيش مشكله، انا بسيبها تخمر. دي بقى الحادق بعد ما بتخلص بدهنها وبحط عليها سمسم، بحط سمسم متركز هنا في النص بكميه اكبر، على الاطراف بحط بسيط جدا. ليه؟ لان دي بعد ما هقدمها اوريكم الجاهز دلوقتي انا مش هحط عليها حاجه من فوق غير الحلو، الحلو انا هزينها بشويه حاجات ملونه كانها العاب شجره الكريسماس. لكن دي لا، انا دي هسيبها زي ما هي كده. هحط بس شويه بقدونس بسيط للتزيين. فدول كده شكلين اهم، وهوريكم بقى الشكل الجاهز. دول كده الشكلين بعد ما خلصوا الحلو والحادق، وهوريكم دلوقتي. طيب انت هتزين لنا برضه يا باكي شويه عشان معانا 6 دقائق او 5 دقائق. لا هزين. فيلا اهم حاجه ان انت عامله الجاهز عشان الدكتور يدوق ونبسطه وما يزعلش مننا وكده. هو الفطار معاده خلص ولا لسه؟ طيب طيب دكتور بهاء برضه كان من ضمن الحاجات اللي ناس كتير قوي بقت تعملها الايام دي، برضه حابه اسمع راي حضرتك فيها موضوع خلي التفاح الصبح، ليمونه على ميه دافيه الصبح. برضه كانت نانسي بتقول باخد خلي
تفاح على نص ليمونة على مية دافية على معلقة عسل، وبقالها فترة هي ما حصل لهاش حاجة، بس برضو تقولينا نقطة تخلي التفاح الصبح على مية دافية معلقة عسل نص ليمونة على مية دافية، ايه اخبار الكلام ده؟ عارفة في كده نظرية غريبة شوية، عارفة واحد يقولك انا هو عندي 80 سنه وبدخن سجاير وما متش بدري. اه طبعا نظريه معروفه جدا، انت فاهم ازاي؟ بيقول لك ما هو الراجل كان بيدخن سجاير لكن معظم اللي بيدخنوا سجاير بيموتوا صغيرين. صحيح. يعني موضوع معروف يعني. صحيح. فنفس الفكره هي ما حصلهاش حاجه من انها تحط الخل على الليمون على الكمون التركيبات الوهميه دي. هي ما حصلهاش حاجه، معدتها كويسه جدا لدرجه انها تقبلت الموضوع ده وبتخس اهي انه بيقفل الشهيه. بس هي مش هننسى حاجه مهمه جدا، انها ماشيه على نظام طول بالزبط. اليوم جميل جدا. لو احنا هنتكلم على نانسي بالزبط. مثلا بالزبط. صح، فناخد بالنا هو المشروب ده اللي خسسها. هو الرجيم اللي هي عملته نظام الحياه اللي هي والرياضه هو ده اللي خسسها. بس دايما احنا بندور على القوه الخفيه هي اللي بتكون بتفيد، زي الدواء كده. ايوه زي الدواء واخد بالك، زي السحر مثلا يخسس ولا حاجه. فبلاش القوه الخفيه للتخسيس. ما دام بتعملي رجيم كويس، ما دام بتلعبي رياضه كويسه، خلاص هو ده اللي هيخسسك. ما نعذبش نفسنا بالحاجات دي، خصوصا ان لو صادف بقى حد عنده قابليه ان يجي له قرحه او عنده حموضه هيتف قرحه معده، ودي بقى هتسيب الرجيم وهتتخن بالظبط زي ما دام اللي كلمتنا، الحاله هتبقى سيئه جدا. فالخل التفاح اللي عايز يحطه يحطه على السلطه، ما ياخدوش كده يشربه. اللي عايز يحط ليمون يحطه على السلطه، او يشرب ليمون، او يحط شويه على الميه بس خفيف، ما يبقاش مركز في الميه. ما تحسش بالتقل بتاعه. وهو اهم حاجه انت عارف الليمون ايه قصته مع التخسيس؟ إيه بقى؟ فيتامين ج. فيتامين ج بيزود معدل حرق السكريات والله. فيتامين ج موجود في الليمون وموجود في الموالح كلها طبعا. لكن في الليمون عشان سعرات حراريه قليله فده اللي بنستخدمه. فانت لو شربتي في اليوم 3 لتر ميه وحطيتي على 3 لتر ميه دول 6 ليمونات، 2 ليمونه على لتر ميه، ده كميه قليله. فهيبقى مخفف جدا ومش هيضرنا. طب لطيف، يعني الناس اللي بتحط مثلا حاجه، انا ساعات احط ازازه كده اقولها فيها شربت اليوم واحد عليها شويه واحده كويسه ليمونه كويسه وخلاص. طيب دكتور، كان في كده بوست انا نزلته لحضرتك وهو الحاجات بدات تطلع والواحد عينيه بقى والريحه وبتاع. طيب بوست نزلته لحضرتك وكان برده في سؤال عليه انه السعرات الحراريه للجبن، ولقينا انه الجبنه القريش 116 سعر في 100 جرام، والجبنه التشيدر نفس برضو السعرات في 100 جرام. كان ايه تفسير ده؟ ليه بقى احنا بنقول للناس كل جبنه قريش وما تاكليش جبنه شيدر مع ان السعرات تقريبا متقاربه؟ بالظبط كده. ان الفكره في الدهون. يمكن من اول حلقه بنقول ابعد عن الدهون. فالجبنه القريش قليله الدهون، الجبنه الشيدر اعلى شويه منها في الدهون. بامكانك تنفع برضه في رجيم على فكره الشيدر طبعا، بس لو حد عايز يقلل اكتر يبقى الجبنه القريش، لو حد عنده كوليسترول يبقى الجبنه القريش. هي السعرات دي مش دهون؟ انا فاهمه ان السعرات دهون. يعني انت ممكن تجيب قطعه جاتو فيها 250 سعر حراري، وممكن تجيبي 3 تفاحات فيهم 250 سعر حراري. طب انا كده بترك 3 تفاحات في الرجيم، تقولي طب اخد قطعه جاتو. قطعه الجاتو تخنك والتفاح مش هيتخنك. يا فعلا نفس السعرات. دي فيها دهون ودي ما فيهاش دهون. لان الدهون نفسها طريقه الحرق بتاعتها مختلفه تماما عن حرق السكريات. طب ايه المقصود بالسعرات وماليا دكتور بقى؟ يعني السعرات اللي هي الطاقه اللي موجوده فيها، الطاقه اللي موجوده في الحاجه اللي قدامي. فهل الطاقه دي لما باخدها بحرقها ولا هل الطاقه اللي باخدها بتخزن؟ هو ده الفرق. حلو جدا المعلومه دي. قطعه الجاتو 250 150 250 3 تفاحات، لما اكل الثلاث تفاحات ما زادش بنفس السعرات. دي جديده جدا، نعملها حلقه دي يا دكتور. طيب الله الله، يلا بقى انش قول. انا كده خلاص اهي، ده الشكل النهائي. انا بس بحط يعني هنا بس شويه بقدونس كانه يعني الشجر بتاع شجره الكريسماس. انا هنا زي ما قلت لكم السمسم انا حاطاه مركزاه هنا في النص اكتر، وعلى الاطراف من وراه. هنا العكس، الحاجات اللي هي الكور دي ملونه انا حطاها بس على الاطراف، مش حاطه حاجه في النص. انا هنا يعني بعد اذن الدكتور هقدم طاسه شوكولاته جنبها. ادى مؤدبين مؤدبين، احتفل معايا. فانا هحط بس شويه يعني حاسس انها هتنور وتطفي في الاخر. هحط الكوس، هحط الكوس، مفيش هتتحط. بس كده هي دي كانت الافكار بتاعتنا النهارده. هي بقى يعني اللي مش عايز بقى يعمل شجره، هي كفطيره حلوه جدا. هي يعني مش عايز يقعد يعمل شجره والحاجات دي، عادي هي ممكن تحطيها وتحشيها تعمليها زي الفكرة. في التخسيس يعني يعمل شجرة احسن، لما تكون فطيره على بعضها ممكن ياكل منها كتير وما يحسش بقيمتها. لما تكون شجره زي دي الواحد حتى هو بياكل منها بياكل حته صغيره حتى بيستقصى ان هو يبوظها كلها. فده ممكن يخليه يستمتع وفي نفس الوقت ما ياكلش كتير. لكن الحاجات بقى لما تحط الطبق مليان كده اي حاجه يعني
من غير منظر لسه كنت هقول احنا للاسف رحبت تقولي وقتنا خلص. لسه بقول انه الحيل الذكيه في الاكل بتبقى حلوه قوي، اللي هو طبق صغير امضغ فتره طويله العين بتشبع قبل قبل المعده فالعين لو ما شبعتش المعده هتفضل تملى. فنحاول ان احنا يعني نفكر بعد الافكار اللطيفه كده تخلينا نوقف نفسنا عن الاكل. الله يعني يا رب تكون الوصفه عجبتكم ونفذوها بقى وقولوا لي. وانا كنت سعيده، انا كنت محرج جدا يا دكتور والله النهارده، وكنتم طيبين ان شاء الله واعياد بقى لطيفه علينا ان شاء الله. انا وانت طيبه ودايما حاجتك جميله، وباكد مش بس شكلها جميل يبقى طعمها تحفه، فالدكتور هينبسط النهارده. لازم ندوق. تسلم ايديك يا فاكي. طبعا مبسوطين جدا يا دكتور بجد ان حضرتك معانا بتفيدنا، وبنحس معاك بنعرف كل جديد كمان، ويعني بنحس بثقه لانه حقيقي المواضيع كترت قوي والناس كتير بتتكلم، فاحنا مع حضرتك بنحس بثقه المعلومات مظبوطه وتمام. فبشكر حضرتك جدا دكتور بهاء ناجي استشاري التغذيه والسمنه والنحاس، نورتنا وما تحرمناش بقى من الجدل ان شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا